انتشرت ثقافة ركوب الموتور أو الموتوسيكل في سوريا قبل عقود حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للكثيرين ووسيلة مهمة للنقل والعمل، بيد أنها كانت رمزاً للحرية والمغامرة ووسيلة للتعبير عن النفس للكثير من الشباب، ما جعلها تشكل خطراً لا يستهان به على حياتها. في هذه الحلقة من حكاية البلد سنأخذكم في جولة داخل هذا العالم، نتعرف على تاريخ صناعتها وتنوع استخدامها وكيف تطورت عبر الزمن في سوريا، ونروي لكم قصص عشاق هذه الآلية وكيف دخلت عالم الرياضة أيضاً. أهلاً بكم. لا يقتصر دور الموتوسيكل أو الموتور على كونه وسيلة نقل فحسب، بل تعدى ذلك ليصبح رمزاً للحرية والانطلاع. يعشق العديد من راكبي الدراجات النارية تلك اللحظات التي يشعرون فيها برياح تضرب وجوههم والطريق يمتد أمامهم بلا نهاية. إنها لحظات يشعرون فيها بالتحرر من قيود الحياة اليومية والانغماس في مغامرة لا تعرف الحدود. إليكم هذه المادة من سرمدة. الأول شيء احكي لي كل قد ايه بتطلعوا؟ يعني هاي مثل هذا التجمع وايش شعوركم تطلعوا يعني بهاي المشاهير؟ هذا التجمع بين الشباب حسب وقت الفضاء، يعني كل شهر مرة، كل شهر ونص مرة، كل شهرين مرة أحيانا. طبعا بوقت الصيف يعني في وقت محدد لهذا الشيء. هاي الدراجة مميزة عن باقي الدراجات الثانية، يعني هي كتلة مميزة، كتلة سيارة على دولابين، وخاصة الشخص اللي عم يقودها. يعني الشخص اللي عم يقودها هو ما هو شخص جاهل حتى لا سمح الله انه يطحش على هاد ويجفل هاد مثلا ويشفط قدام هاد ويشفط جنب سيارة هاد. ماشي، بالنهاية اختصار الكلام نحن جماعة الدراجين إدلب بشكل كامل، نمشي بأدبنا وما منتعاطى حدا، وحتى إذا حدا إجا بده يتعدى علينا أو مثلاً منتقدنا بوجهنا نحن نبتسم له. تتبعوا إرشادات الأمان والسلام؟ طبعاً إيه. دوبلهم على اليمين؟ ما في دوبلة. نظام السير معروف، نظام السير معروف، بس سبحان الله بشكل عام الناس مثل ما بيقول المثل، يعني بدك تخلي حالك انت اللي ما بتعرف والناس عرفت. هذا الامر بيطلع معك شوطة بس بدك ما تشبيك. ما في تشويق. تم. هم ما في تشويق. تم. تكرم عينا. هذه الدراجة هي أكثر من مجرد وسيلة نقل، هي جزء من نمط الحياة وثقافة الشارع. تجد الكثير منها تزين واجهات المقاهي والتجمعات الشبابية، تستخدم في الاستعراضات والسباقات غير الرسمية التي تنظمها مجموعات من الهواة، كما أصبحت جزءاً من القصص والأغاني الشعبية التي تتناول الحياة اليومية والطموحات والتحديات التي يواجهها الشباب السوري. دعونا نتابع في هذه المادة. قد تكون هذه الأصوات الصادرة عن الدراجات النارية مصدر قلق وإزعاج للكثيرين، لكنها بنظر سائقيها تعد بمثابة سيمفونية موسيقية يطربون لسماعها، خاصة تلك الفئة الشبابية التي باتت تنظر إلى الدراجة النارية على أنها وسيلة لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى. ما في أحلى من أن نطلع شلة شباب على الدراجات النارية ونتبادل نفس الشعور ونطلع ونروح عن نفسنا خارج هذا البلد. نحن بنطلع وبنتبادل المشاعر، وصوت الدراجة النارية يعني كنغمة حب لنا. وفي بعض العالم انه بينزعجوا من صوت الدراجة النارية، بس انه هو صوت الدراجة النارية نغمة لنا. ما في احلى ان انت تكون غو وريكي مركب شمال سمكي وتمشي بالبلد والاهل البلد كلهم يطلعوا عليك، او تمشي انت ورفقاتك ستة سبعة بهالبلد والعالم كله تطلع عليك، تطلع على نهر قدام الشباب
انه معك انت غاو وهلا مواتير الطيبه مركب شمال سمكي والصوت وتكون انت تعرف انفل بالميتو. وعلى الرغم من كونه نشاطا فرديا في معظم الاحيان، فان قياده الدراجات الناريه لدى فئه معينه من الشباب تتحول الى نشاط اجتماعي وثقافي بامتياز، وقد يظهر هذا جليا من خلال الرحلات والانشطه الجماعيه التي يقومون بها. العالم ما معه تاكل، الناس غير قادرة أن تشتري سيارات، غير قادرة أن تشتري، لأني منطقة ضيقة وحلقة ضيقة جدا جدا، يعني فلذلك الميتور اليوم وسيلة نقل جيدة جدا جدا، ومصروف ما له بسبة المحروقات كونه غالي، كونه عنا كل شيء هون، يعني كل شيء غلا غلا. اعتماد العائلات والشباب أغلبيتها اعتماد على الدراجات النارية، كون مصروفها أخف، وبالنسبة للمشاوير ولا الطلعة والدخلة أخف، بالنسبة كمان العجقات اللي عم تصير بالمنطقة والبلد وبقلب البلد. وعلى الجانب الآخر، تنظر فئة كبيرة إلى الدراجة النارية على أنها وسيلة للتنقل ليس إلا، ويرجعون سبب الإقبال الكبير على شرائها إلى كونها اقتصادية الكلفة والصيانة إضافة إلى سعرها المنخفض، لكنها وبحسب رأيهم تحمل مخاطر كبيرة بسبب حوادثها المميتة. يتجاوز مفهوم ركوب الدراجات النارية في إدلب من كونها وسيلة للتنقل إلى أداة يستخدمها أصحابها للتنزه والقيام بأنشطة ترفيهية جماعية من شأنها تقوية الروابط الاجتماعية بين سائقي الدراجات. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب. إصدار ضجيج واستعراض وقيادة في وضعية الاستلقاء على الدراجة، على الجانب الآخر قيادة متوازنة واستخدام الدراجة لقضاء الشؤون الحياتية وقد تكون وسيلة لكسب الرزق. كل هذه المشاهد المتناقضة يمكنك أن تشاهدها مجتمعة في ريف حلب. الدراجة النارية تضع أمام سائقها خيارات مفتوحة لطريقة قيادتها، ولو أردنا الحديث عن الجانب الأول نلاحظ أن عددا من الشبان يجتمعون في كل يوم جمعة في الطريق هذا لممارسة قيادة تشوبها المخاطر. واللي هو اختار اول سنه قضايا الحاجي، واحد يجيب اغراض، وصل اهله، يجيب عياله، بس كشباب هون ياخذين استناد على اللولو للتشبيب للسرعه، هاي وقتين، وصار اسوسي فيا ما بقدر يطاوها. بضل هيك. اظن انه بتأدي لموت، لكسر ايد، كسر اجر، وعم يصير عم ياكل كسر ايد، عم ياكل كسر اجر، برجع بكمل، صار اسوسي بجسمه وما بقدر يطاوها مثلا. وصلت ظاهرة تشبيب الدراجات والتفحيط إلى داخل المدن وباتت تؤرق السكان وتنغص عليهم حياتهم، وخصوصاً أن ممارستها بين المباني السكنية وقرب الطرقات الفرعية والرئيسية تسببت بإصابات للسائقين والمشاة ووقوع وفيات أيضاً. أغلب شيء اللي عم يسوق الميتورات إن أعمارهم صغيرة، ما في وعي، بتلاقي مشبب الميتور ومسرع فيه، يعني كثرة الحوادث عندنا هون بالحارة، كل يوم في عندنا حادث، كل مره ماشي ما بشوف غير الميتور فات فيها، يعني اغلب السائقين الميتورات طايشين. الدعوات الموجهه لسائقي الدراجات بالامتثال للقواعد المروريه السليمه وعمليات حجز المركبات من قبل شرطه المرور للمخالفين في بعض الاحيان ضرب بها عرض الحائط ولم تلقى استجابه من قبل عدد كبير من السائقين. باتت جوانب هذه الظاهرة واضحة، فإن أراد سائق الدراجة التقيد بها جنب نفسه وغيره مخاطرها، وإن أرادت السلطات وضع حد لها فأماكنها معروفة. وبالنسبة لوسائل الحماية فإن نسبة من يتقيد بها ربما لا تتجاوز 1% في بين كل سائق الدراجات في ريف حلب. أمام زيد، تلفزيون سوريا، مدينة الباب. تعود أسباب حب الناس إلى الدراجات النارية للعديد من العوامل التي تتعلق بمرونته وكفاءته وأسلوب الحياة الذي يوفره، منها مرونة الحركة الاقتصادية وسهولة التنقل وغيرها. تطورت صناعة الدراجات النارية بشكل كبير منذ اختراعها في أواخر القرن 19. بدأ الأمر بمحركات بسيطة وتكنولوجيا محدودة، لكن مع مرور الوقت شهدت هذه الصناعة تطوراً هائلاً في التصميم والأداء والتكنولوجيا. أصبحت الدراجات النارية أسرع وأكثر كفاءة مع تصاميم متنوعة تناسب مختلف الأذواق. إذا
إذا كنتم تعتقدون أن هذه الدراجة النارية مجرد دراجة عادية أو آلية للتنقل فأنتم بالتأكيد مخطئون. فهذه الدراجة أو ما يسمى الريكس 135 عتاني هي مسألة حياة أو موت لصاحبها. هاي الموتورات مو بس عبارة عن صداقة ورفقة، هاي الموتورات بتجمع الأخوة والمحبة والرفقة والسمعة الطيبة بيننا وبين الشباب. يعني شوفوا الشباب جايين من كل عنا، الأخ أنس مثلا من ريحة، أبو خالد إجا من صرمدة، أبو مروان معارض نصين، أو الحارسة من سرمين، الشباب من إدلب معلمنا ومعلم الجميع، خالد البحري أبره، أبو ماجد، أبو صيبة يلسان، أبو عمار اللي صدفنا هون عنده الله يعطيه العافية. فهاي مجرد ما أنه في جمعة ما بشوف إلا الشباب كلياتهم التموا على المحبة وعلى الخير. كما للمحبي الفرق الرياضية روابط تجمعهم، فإن المحبي هذه الدراجة مكان يجمعهم وأحاديث مشتركة تدور لساعات وساعات دون ملل أو تعب. تعتبر أسواق الشمال السوري مليئة بأنواع مختلفة من الدراجات النارية، فهذا مثلا هو البوتيان بوكسر، وهذا هو عقاد النصر بمكنة سيجي، وتختلف أسعارها عن أسعار الريكس بشكل أكيد، تتراوح أسعارها بين 400 والألف دولار أمريكي. هلا هون بالمحرر عندنا مطلوب أكثر شيء عقاد، العقاد بشكل عام بيتشكل عقاد النصر بالدرجة الأولى، وبتميز بميزات كتير كويسة، البنزين بيوفر بنزين، وبستون رياضي بيعطي قوة وعزم. خلينا نتعرف عليهم هيك على الأرض الواقع، تشرح لنا شوي عن الدراجات الموجودة هون، تعرفني عليهم، شوفي شو بتختلف مواصفات دراجة عن دراجة تانية مثلا. هون بالنسبة لهذا عقاد النصر الأصلي، هذا بيتميز بالقطعة الثقيلة والمميزة بالجودة وتوفير البنزين. هون عندنا أهم شيء نقطة توفير البنزين، بيمشي من 40 فما فوق. الناس هون شو بتطلب أكثر أنواع الدراجات؟ شو هي السوق اللي ماشي أكثر بالدراجات؟ والله السوق بيخدم العقاد النصر، هو بيخدم جميع الفئات ومطلوب عنا بشكل عام. يعني الريكس والجالينج ليش طلبهم أقل هون؟ الريكس لأنه غالي، حقه 4000 دولار، هون الشعب يعني ما بتحمل هالأسعار هاي، ولا هو كويس وقوي ومتين بس سعره غالي. يتميز سائق هذه الدراجة بكثير من الهدوء والانتباه خلال قيادتها والتزام لافت بالأعراف المرورية، كل ذلك ليحميها من أي خطر ويساهم بتشكيل صورة خاصة له وللدراجة. كنا أبو معاذ الحلبي من مدينة حلب مهجر، عمل في صيانة المواتير من قبل الثورة، فحبينا نعمل شيء لازم الاحتياجات الخاصة بسبب القصف النظام، صار في حالات البتر احنا طورناها ميتور الدولابين، سويناها ثلاث دواليب طبقنا له اياه بحيث يعني يحسن يسوقه ان شاء الله يقضي حاجياته. الماتور هذا فيه ميزته انه اقتصادي اول شيء، مثل مصروف ميتور، مصروف ميتور اجرتين عادي ما بيختلف، وثاني شيء قطعه متوفره ان شاء الله، وين ما رحت متوفر قطع عند اهل المواتير. عملنا له تطبيق نظام اناري خلفي، بيرجع اناري خلفي لورا مشان اخر المصاب ما بيحسن بنزل يرجع لورا يرجع ميتوره، فنظام رجع اناري لورا شغل اموره تمام. ميزته هذا بيشيل يعني اكثر من 4-5 اشغال بيستوعب، هذا الميتور العادي اجرتين ما بيتحمل شخصين، الميتور عادي ما بتحمل شخصي، هاد غيرك توازن على الطريق للمصاب، فبحسي بتوازن فيه على السواقة، بشيل العائلة بصير بشيل هو زوجته أطفاله بأغراضه بيجي بيروح على السوق بده يرجع، فبيخدمه هذا إن شاء الله تعالى. نحن بنشتغلوا هاد التطبيق لحسب حاجة الأخ اللي عم بيجينا، اللي في حالة بتر مثلا بقدمه بيسوق نظام ميتور، يعني ميتور عادي عم بيسوقه،
فعنده مثلا مشكله في ايده ما بيحسن ايده اليمين شمال، فبحسن بيسوق بيستخدم بنزين بقدمه فريم نظام سياره، فهذا نحن مطبقه على حسب حاله الاخ اللي عم بيجي. منين انت حضرتك عمي؟ انا من محمد مغاضة عمي. دي يصل لك هون بيسر مدى؟ بس قد يسعر بخير سنوات. طيب هاي الشغلة يعني انه انت عايش منها؟ ما عايش من اول هاي ما عندي اقرا. قديش مثلا باليوم يوميتك مثلا؟ والله ما بحي جاوب مطرع عشر قاطع الله هاي بلحية لدك يعني ليك شحاطر ما بلحها هاي شغلة. طيب بالنسبة للموتور مثلا شو بياخذ مصروف باليوم؟ والله حسب لتر نص لتر لتر حال الأول هيك تاكل ورقة كده. عم تقول لي إنه بده تصليح؟ تصليح عندي بدي هاد جنط وبدي أغراض شيء من دي القطة من الديلر والله يعني هاي قدري يعني أنا من أناني هاي أقدر فيه. أشو أنت كنت تشتغل لما اللي؟ كنت موظف في مدرسة بساعدة يعني مصدر رزق بالنسبة لك؟ رزق ما عندي غيره ما عندي شيء يعني أروح اشتغلت على هلا شفتك من شوي اخذت طلبه وين وديتك؟ ما اخذته الا عند البلوية. شد كانت الاجرام؟ وصلت ب 10 ب 10 ب 10 لعند ال سعد يا سيدي الله يقويك يا رب ويرزقك ان شاء الله بيجيك هيك موتور بارت عقاد يكون 2050 راسي الله يعطيك الوقت. الشاحنة ذات الثلاث عجلات أو ما تعرف بالطرطيرة في معظم مدن سوريا بالإضافة إلى اسمها الثاني الطريزينة، فهي شبيهة بالتيك توك في مصر، وسيلة نقل صغيرة تستخدم بشكل واسع في سوريا. ظهرت هذه المركبات في سوريا كوسيلة نقل بديلة نظراً لتوفرها ورخص كلفتها مقارنة بالسيارات. صلي 20 سنة بحب هذا الموتور، مصروفه كويس وكل شيء فيه كويس، متعودين عليه، ونحن متعودين عليه، أنا عندي خمس أولاد وهو السادس، يعني سعر الأولاد، ما بحسن بلاء طاوي، بيشيل طون شوي، سرعته بـ 80 إلى 90 حسب النظافة، هذا الموتور آخر موتور بيتفصل موديل 94، وفي ماكينة 86، دي استعداد أركب سيارة موتور ولا أركب سيارة ما بحبها، ومعي شهادة سيارة من 15 سنة لا مركب سواي سيارة ما بعرف أسوق، لأن ما حبيتها ما هويتها. هلا في خالب بتشتغل بالنايلو بالتوصيلات في كل شيء بيشتغل كل شيء بيشغل عليه بيحمل عليه خضره في كل شيء بيشتغل يعني هذا الميتور اقتصادي يعني بينما تحط الميتور ابانزين بتفت له اقلب كلها اقلب كلها بفت له ميتور ابانزين وتصليحه كثير كثير بسيط يعني بالنسبه له بيفهم به بس بالنسبه للاول ما تعليم السواقه بيحط كثير. تكتسب الشاحنه شعبيتها في سوريا لاسباب عده، أولاً لكلفتها المنخفضة فسعرها أقل بكثير من السيارات، ولسهولة حركتها فتصميمها الصغير يمكنها من الحركة بسهولة في الأماكن المزدحمة، إضافة إلى اقتصادها في استهلاك الوقود مما يجعلها خياراً اقتصادياً للنقل اليومي، ولقدرتها على التكيف إذ يمكن تعديلها لتناسب أغراضاً مختلفة كنقل البضائع. أول ما اشتريتها اشتغلت عليها بالخضرة إيه تركت الخضرة صرت أشتغل عليها توصيلات بالبلد إيه بالأخير فتحت دكان ومنظفات صح لي توصيلات عليها من هون صح لي شغلات هيك من هون وبدك أغراض الدكان تجيب يعني دورة بالحارات هي مثلا خضرة عملت خضرة بالدورة بالحارات يعني ما بتصرف إلا بالسيارة اشتغلت بالخضرة يعني كلها بعضها بتصرف دوارة تدي كلها لتري السيارة أربع خمس فتورة بدك أيضا سيارة ما في حدا يسمع هوني لا لا كوي استعمالات فيه يعني جدد ما تفصيل جديد ما في كله ولا شوي عنا كان يجيبوها هذول من حلب هلا ما تم طريق لحلب ايه بس قطع بيجيبوها من حلب ما بحسن بلا عم بشتغل علي يعني عايش من وراها يعني قد ايه ممكن طالع لك تكلف اليوم؟ حسب 200 300 ورا اوقات 100 اوقات 150 حسب بشكل عام تعد هذه الشاحنة وسيلة نقل فعالة وضرورية لكثير من السوريين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة البدائل المناسبة. سيلا الوافي لتلفزيون سوريا إدلب.
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى آخر حلقتنا وهذا الختام. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم خلال 26 دقيقة. وأخيرا، هناك إرشادات من الدفاع المدني لسائقي الدراجات النارية، أهمها لا تذوب بالملعى اليمين والتزم بحدود السرعة المسموح بها. ألقاكم الأسبوع المقبل على نفس الموعد بحكاية أخرى من شمال سوريا. We'll be right back.